في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وصلت القافلة الطبية عملها في قرية الشطب التابعة لمركز دراو بأسوان لليوم الثاني على التوالي. ووقعت القافلة الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، واستفاد منه المرضى والمتابعة والذي بلغ عددهم 1426 شخصا. وضمت القافلة 10 تخصصات مختلفة إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية، وتم تحويل عدد من المرضى للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لعمل أشعة رنين مغناطيسي وحالات أخرى لإجراء جراحات ومناظير.